نشهد يجي لك الهاي تاوت نوت من خلفية النمسا الصديق العزيز بس عشان أصل مينيستر علاقة عمل ممتدة خلال السنوات الماضية وأيضا صداقة شخصية لما يتمتع به من خبرة وعلاقة تربطنا. أنا سعيد باستقباله في القاهرة. نحن نلتقي في عديد من المناسبات ودائما ننتهز الفرصة لقائنا للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية وأيضا التطورات الإقليمية والدولية، ولكن وجوده والوفد المرافق في القاهرة يعطينا مزيد من القدرة على التوسع في الحوار والنقاش فيما بيننا، ولكن هو تعبير أيضا عن الأهمية التي تعلقها البلدين على تنمية العلاقات في شقها الثنائي سواء السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ولكن أيضا التنسيق الوثيق إزاء التطورات الخاصة بالإقليم وأيضا التطورات الدولية اللي لها تأثير على البلدين. العلاقات المصرية النمساوية هي علاقات طويلة مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة، ووجود النمسا في موقعها الجغرافي جعلها دائما قريبة من تفاعلات منطقة الشرق الأوسط، متصلة بشكل مباشر بقضاياها، وطبعا تاريخيا كان للنمسا إسهامها في إطار حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية وتستمر اهتماماتها بالمنطقة. استحوذ جزء كبير من مشاوراتنا الثنائية صباح اليوم على الشق الثنائي وخاصة الشق الاقتصادي والفرص الواعدة لكلا البلدين للاستفادة من العلاقة السياسية الوثيقة لتوسيع رقعة العلاقة الاقتصادية، استكشاف مواضع جديدة للتعاون ليعود بالمصلحة المشتركة على البلدين. ومن ضمن فعاليات زيارة الوزير اليوم هي التوقيع على عقد مهم لأضبان صفقة الحديد لمشروعات مصر في التوسع في البنية الأساسية، وأن يتم إنشاء مصنع لإنتاج هذا المكون على الأراضي المصرية في إطار التعاون فيما بين البلدين، وينبئ إن شاء الله مزيد من اهتمام الشركات النمساوية بالفرص المتاحة في مصر. تناولنا أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، في سوريا، في العراق، في اليمن، المقاومة والقضاء على الإرهاب، العمل المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأيضا الأوضاع في القارة الأفريقية. بالتأكيد موضوع سد النهضة من الموضوعات اللي كانت بارزة في مناقشتنا، ونعمل دائما على أن تكون النمسا بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي مطلع على المواقف المصرية، ونأمل أن تكون أيضا قادرة على نقل وجهة النظر المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته سواء كان المجلس أو المفوضية. برحب مع الوزير مرة أخرى في القاهرة، ويرافقه خلال هذه الزيارة وزير الداخلية النمساوي، وهذا في حد ذاته أيضا تعبير عن الاهتمام بالعلاقة فيما بين مصر والنمسا والأهمية لاستمرار التنسيق في الإطار الأمني في إطار المكافحة والقضاء على الإرهاب، التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، ونتطلع لاستمرار هذه العلاقات وأن تعود بنفع وتفعيل الآليات المتاحة لدينا لاستخلاص المصلحة المتبادلة. شكرا جزيلا. تفضل. سيدي العزيز، سيداتي وسادتي، وفي البداية الأستاذ معالي الوزير الخارجية السيد شكري،
تحياتي لكم ولسيادتكم، ونحن نتقابل بشكل دائم لأننا بالفعل على علاقة ود أيضا تجمعنا منذ سنوات، لأن مصر بالفعل هي شريك أساسي ولاعب لدور كبير ليس فقط للنمسا ولكن للاتحاد الأوروبي. تحدثنا عن كثير من القضايا من خلال مباحثاتنا الثنائية، تحدثنا عن مكافحة الإرهاب، تحدثنا عن الحد من الهجرة غير الشرعية، تحدثنا عن الأوضاع الإقليمية. نتحدث هنا من خلال سيادتكم ومعالي وزير الخارجية المصري ونحن من خلال وزارة الخارجية النمساوية، نتحدث عن القضايا الإقليمية التي تهم الاتحاد الأوروبي ليس فقط النمسا ولكن مصر أيضا. نتحدث وتحدثنا وتباحثنا أيضا عن العواقب الوخيمة التي زلزلت العالم للحرب الروسية الأوكرانية، وبالطبع المشكلة المتفاقمة للغذاء وأزمة الغذاء العالمية التي ناتجت من الحرب الروسية الأوكرانية. وبالطبع عندما أعلننا عن مساعدات تبلغ 100 مليون أورو كمساعدات لحل أزمة الغذاء العالمية، وبالطبع تقف أوروبا والاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا ولحل هذه الأزمة، أزمة الغذاء العالمي. نتحدث هنا عن الهجوم الروسي على أوكرانيا ووقوف الغرب إلى جانب أوكرانيا لمساندتها ضد هذا الهجوم الروسي وهذا الاعتداء. ومن هنا نتحدث أيضا عن مسؤوليتنا لتأمين مشكلة الغذاء وحل أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة والتي ناتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. وعندما رأينا أيضا في الفترة الماضية مقارنة للأوضاع في السابق، الدول العربية كان لها موقف كبير أيضا، وأيضا نتحدث هنا عن الأوضاع الإقليمية والموقف العربي تجاه هذه الأوضاع الإقليمية وتبادل الرؤى بين الجانبين. وهنا فيما يخص سد النهضة بالطبع، فإن تدفق النيل لا يخص فقط دولة واحدة بعينها وإنما الدول المطلة على نهر النيل بأكملها، ولا يجب لدولة واحدة أن تحتل هذا نهر النيل أو مياه نهر النيل وتسيطر عليها. من هنا نؤكد على حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل بالطبع، وهنا تقف النمسا كداعم لمصر في هذا الحق. وبالطبع نتطلع للعمل سويا من خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لأن قضية التغير المناخ لا تهم دولة بعينها ولكن بالطبع تهم العالم أجمع، فهي قضية وجودية للعالم أجمع. ومن هنا تستطيعون أن تثقوا بالجانب النمساوي في هذا الإطار للتعاون مع مصر في التحضيرات والعمل لهذا المؤتمر الكبير وهذه القمة الكبيرة للمناخ. Und jetzt die Fragen.
سؤالي لمعالي الوزيرين، كيف تقيمون الوضع الراهن في ليبيا، ومدى تقييمكم للتظاهرات اللي خرجت حاليا في ليبيا، وهل هناك يمكن الوصول لتوافق لحل سياسي للأزمة الليبية؟ بالتأكيد أن مصر بتبذل جهد كبير في إطار أولا السيطرة والتأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية، وبالعكس تعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، ويؤدي إلى وجود مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب، وحكومة ورئيس أيضا يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، ويتخذون من القرارات ما يتوافق مع مصالح الشعب الليبي، يحافظ على الأراضي الليبية وعلى سيادة ليبيا وعلى مقدراتها لصالح شعبها. الجهود التي بذلت سواء في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة واستؤنف في جنيف، الاجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر، الجهد اللي بيبذل للتواصل مع كافة الأطراف الليبية. لكن لابد أيضا أن نركز على أنه الاضطرابات التي حدثت هي مؤشر لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة واستمرار إرجاء العملية السياسية الانتخابية ووصول إلى هذا التوافق الذي ننشده. قد دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكن نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ، كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن يتم مراعاته واحترامه، وهذا قد تجاوزناه. هناك قرار من مجلس النواب الليبي فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وهذا المجلس هو المجلس المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرادة الشعب الليبي، وأيضا هذا أمر معلق، وهناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدرتها على الاطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها. فكان أمر نأمل أن نصل إلى هذا التوافق، ونرى فيما حدث مؤشر على قدر من عدم الارتياح واسع النطاق لدى الأشقاء في ليبيا. مصر لها اهتمامها بحكم الجوار، بحكم الارتباط الوثيق بين الشعبين الشقيقين، وتستمر في بذل كل الجهود للوصول إلى الحل الليبي ليبي التوافقي الذي يقود إلى العملية الانتخابية، وبالتالي يرسخ من شرعية كل مؤسسات الدولة. هناك شرعية قائمة في المجلس الرئاسي، في مجلس النواب الليبي، يجب أن يتم احترام هذه الشرعية، ويجب أن يتم تجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات، وهو متسق مع مقررات مجلس الأمن، متسق مع مخرجات مسار برلين وباريس، ولابد أن أيضا يكتمل بخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، التعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. فكل هذا هو متشابك، ولكن الشيء الذي قد يؤدي إلى التعامل مع كل هذه التشابكات هو وجود سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية منتخبة تكون لها الشرعية والمصداقية في اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبي. Ich kann mich Gott sei Dank kurz halten, weil ich kann sagen, ich stimme einfach mit den Ausführungen meines. أنا بالطبع أتفق مع وجهة نظر معالي وزير الخارجية شكري فيما يخص
القضية الليبية والأزمة الليبية، وبالطبع ناقشنا هذه الأزمة بشكل مكثف أيضا من خلال محادثاتنا الثنائية، وبالطبع للوصول لعملية السلام وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. وبالطبع هذه التظاهرات الأخيرة هي علامة لعدم الرضا وعدم التوافق الداخلي في ليبيا. تحدثنا عن ارتفاع أسعار الطاقة، تحدثنا عن أزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالطبع هذه قضايا متشابكة، قضايا كثيرة متشابكة في الإقليم وفي العالم بسبب التطورات الجيوسياسية. وهنا يكمن دورنا في المساعدة والدعم للدول، ليس فقط كمراقب للأوضاع الدولية الراهنة، ولكن كمساعد وكداعم للدول في هذه الأزمات. سيادة معالي الوزير شكري، صحيح أنه في مصر وفي شمال أفريقيا تحدث عن بالطبع أزمة توريد الحبوب من روسيا تبعا للحرب الروسية الأوكرانية. كيف ترون وتراقبون هذه الأزمة؟ Natürlich, naja, also wegen dem russischen, ukrainischen. الرهينة لها آثار كبيرة ومؤثرة، ليس فقط على مصر ولكن على الاقتصاد العالمي. لكن مصر متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي. مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وكانت تعتمد في الأساس على الاستيراد من كل من روسيا وأوكرانيا، هم الموردين الرئيسيين لتوفير الغذاء لمصر. لدينا قدر من الاحتياطي الذي يوفي باحتياجاتنا، وأيضا ننظر ونتعاقد على توريد كميات من مصادر أخرى، لكن بالتأكيد أنه أيضا ارتفاع الأسعار له واقع وعبء على موازنة الدولة للزيادة التي تضاعفت تقريبا في أسعار الحبوب. نأمل أن يكون هناك تعامل ولو جزئي في إطار الجهود اللي بتبذل على مستوى الأمم المتحدة لتوفير خروج آمن للسفن الحاملة للحبوب الأوكراني والروسي لتصل إلى الدول المستوردة، لأنه بالتأكيد أنه الغذاء بشكل عنصر مهم، وبالتأكيد أنه الأمن الغذائي لابد أن يتم التعامل معه بكل جدية لوقعه على المواطن العادي. نحن أيضا نتصل بشركائنا سواء في الاتحاد الأوروبي سواء في روسيا في أوكرانيا، واتصالاتنا متشعبة مع كل الأطراف في محاولة تيسير التعامل مع هذه القضية ومع القضية الأعم، وهي استعادة الاستقرار ووقوف الأعمال العسكرية بصفة عامة واللجوء إلى المفاوضات بحيث تنتهي الأزمة بشكل كامل، بما يؤدي إلى تخفيف العبء على ليس فقط مصر ولكن على كل الدول الأخرى، سواء اتصالا بقضية الغذاء أو اتصالا بالضغوط الاقتصادية من ارتفاع التضخم، من ارتفاع قيمة الوقود، النقل البحري، كلها في الحقيقة بيكون لها واقع سلبي على خصوصا جهود الدول النامية وخططها نحو التنمية. مصر حققت إنجاز كبير، خطة إصلاح اقتصادي تم تنفيذها بشكل كامل، جعلت لنا قدرة على امتصاص
الصدمات اللي تولدت عن سنتين من جائحة الكورونا والآن التوتر القائم بالنسبة للحرب في أوكرانيا. لكن هذا الوضع أيضا ينبئ بمخاطر إضافية إذا استمر لوقت طويل. يعني سوف نبذل كل جهد في محاولة احتواء الأثر والتعامل مع احتياجاتنا المباشرة، ولكن أيضا التعامل والتنسيق مع شركائنا لإيجاد حل للأزمة يعيد الاستقرار والأمن إلى الساحة الأوروبية ويجنب التداعيات المؤثرة على باقي دول العالم. وردة الحسيني، أخبار اليوم. سؤالي لمعالي وزير أولاً برحب بك في القاهرة. مع اقتراب استضافة مصر لكوب 27، حضرتك بالفعل أشرت في كلمتك إلى التعاون مع مصر في مجال المناخ، لكن كيف ترون مواقف واستعداد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لتحويل تعهداتها وتنفيذها إلى حقائق ملموسة قبل هذا المؤتمر إن شاء الله؟ شكراً. كما ذكرت سابقا وكما أود أن أوجز في هذا السياق، إن هذا الموضوع هو موضوع على قدر عالي جدا من الأهمية والحيوية بالنسبة للعالم. إن الوضع العام للوضع المناخي للعالم بأسره على درجة عالية من الأهمية، وكما يمكن أن أتحدث باسم زملائي في الاتحاد الأوروبي، فإننا نعمل جميعا على إنجاح مؤتمر كوب 27، مؤتمر قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ، ونعمل على دفع الجهود لإنجاح هذا المؤتمر، لأن هذا الموضوع لا يتعلق بقارة واحدة فقط، ولكن أمر يتعلق بنا جميعا. قد أكدت لزميلي السيد وزير الخارجية على دعم النمسا الكامل للجهود المصرية في هذا السياق. Ich hätte eine Frage an Herrn Minister Schukri und ich bitte um Verständnis aufgrund des dichten Zeitplans auch noch einen an Herrn Minister Schallenberg. سؤالي لمعالي الوزير شكري، السيد شكري، وأيضا إذا في هناك وقت للسيد شالنبرغ. Dass das Land instabil werden könnte, vor allem im Hinblick auf Migration. فيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية، بالطبع تحدثتم عنها وعن الحد من هذه الهجرة الشرعية لأوروبا، وأيضا عن تصدير الحبوب وصعوبة تصدير الحبوب من أوكرانيا للعالم، فكيف ترد على هذه القضيتين؟ فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، was eigentlich der illegalen Migration betrifft, wir haben also Ägypten hat das schon seit langer Zeit einfach die Verantwortung dafür getragen. Eine Eindämmung der illegalen Migration nach Europa zu machen und die Unterstützung und die Verantwortung Ägyptens einfach in diesem Rahmen. الإطار المناسب للحد من استخدام مصر كمعبر للهجرة غير الشرعية. منذ 2016 سبتمبر من 2016 نجحت مصر بجهود بذلتها في الإطار الأمني، ولكن أيضا في الإطار التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لمواطنيها، بأن لم تغادر الشواطئ المصرية أي بواخر حاملة للهجرة غير الشرعية. استفادت مصر من برنامج أستطيع أن أقول طبعا مشهور ولكن متواضع من قبل الاتحاد الأوروبي، أسهم أيضا
في ذلك. لكننا أصبحنا دولة مقصد للمهاجرين، ومصر تستضيف ما يقرب من 6 مليون مهاجر من دول عديدة من الدول الجوار ودول القارة، وتستضيفهم دون أي معسكرات، إنما تسمح لهم بالامتزاج في المجتمع المصري، توفر لهم نفس الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين المصريين، فرص العمل، الرعاية الصحية، التعليم المجاني. وهذا من منطلق تقليد مصري دائم في رعاية واحتضان أشقائها من القارة الأفريقية ومن المنطقة العربية. وطبعا الاضطرابات العديدة في المنطقة وفي القارة الأفريقية أدت إلى زيادة معدلات هذه الهجرة، بالإضافة إلى طبعا الظروف الاقتصادية الصعبة. نحن نتعامل مع هذه القضية من منطلق المسؤولية، ولا نستخدم هذه القضية لأي نوع من الابتزاز أو محاولة استخلاص مصالح مباشرة. نحن نطلع بهذه نؤدي هذه السياسة من منطلق المسؤولية، مسؤولية تجاه التزاماتنا الدولية في إطار حماية المهاجرين، وأيضا في إطار مسؤوليتنا لعلاقتنا بدول شركائنا في أوروبا وحساسية هذا الموضوع بالنسبة لهم، ومسؤوليتنا تجاه المهاجرين بألا يتركوا لمخاطر عبور البحر المتوسط في شكل غير آمن. لكل هذا سوف نستمر في هذه السياسة وننسق إزاءها على المستوى الثنائي ومستوى الاتحاد الأوروبي وشركائنا الآخرين، ونأمل أن يتم النظر إلى هذه القضية من منظور شامل، منظور شامل مرتبط بكيفية الحد من هذه الظاهرة من الدول المنبع، وأيضا الحد من دول المعبر، والتعامل معها في إطار دول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين. تأكيد أنه نجاح مصر كان مرتبط ليس فقط بمنع القوارب الهجرة من أن تبحر من شواطئها، ولكن أيضا من خلال العمل على تفكيك منظومات الجريمة المنظمة التي كانت تستخدم الاتجار في البشر كوسيلة، التنظيمات الإرهابية اللي كانت أيضا بتستخدم هذا كمورد لنشاطها الإرهابي، وأيضا أهم من ذلك أيضا توفير الفرص التنموية التي تحفز أبناء الوطن بالاستقرار في موطنهم والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم. ربما يمكنني الإضافة لما قاله السيد الوزير، إن احنا لدينا في نظرة لظروف الحرب حاليا عدد كبير من المهاجرين لما تتدفق إلى الحدود النمساوية، الحدود الأوروبية، وهو الموضوع الذي طرح للنقاش مع السيد وزير الداخلية. وبالتالي فهو ليس بعدا يخص دولة بعينها، ولكنه بعد عالمي، والأمر متصل أيضا بمكافحة الجريمة المنظمة المتصلة بعمليات الهجرة غير الشرعية. من الواضح إن رئيس الاتحاد الروسي السيد فلاديمير بوتين يقود حربا ضروسا، علينا أن ندرس جيدا، علينا أن ندرس تبعات وأثار ما أجرته التدخل الروسي في أوكرانيا في توقف توريدات الحبوب وتوقف السفن في البحر الأسود وغيره من الموانئ. وعلينا أيضا في هذا السياق أن نفعل ما علينا لمساعدة للوصول إلى حل، وأنني أخشى ما أخشى أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى المخاطر التي نراها الآن. شكرا معالي الوزير، شكرا، نشكركم جميعا.